لابد أن أستحضر بعض الصور. فالذي يحدث في وطني ما سمع به بشر. منذ عدة أيام رأيت أحد الأخوة وعلامات الرضا على وجهه بعد سماع الأخبار عن سوريا، وعندما سألته عن سبب هذا الرضا أجابني أن أعداد الشهداء انخفضت في ذلك اليوم. عجيب أن اليوم قتل عدد أقل من أمس بس. نعم، فالدم السوري رخيصا إلى هذه الدرجة؟ أكثر من ذلك، وزير أوروبي يقول للصحفيين إن عدد القتلى في سوريا 7000 قتيل، بينهم صحفي فرنسي، فيسأله الصحفيون: ومن قتل الصحفي الفرنسي؟ هنا يضحك الوزير ويقول لمساعده: ألم أقل لك أنهم لن يكترثوا ل7000 قتيل سوري؟ لا إله إلا الله. هؤلاء دعاة الحضارة، هؤلاء دعاة الإنسانية، لكني والله لا أعتب عليهم. أعتب على من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السوريون كل يوم يشكون أمرهم إلى الله، فمن تداعى لهم؟ السوريون كل يوم يشكون أمرهم إلى الله، فمن نصرهم؟ نحن أمة لا نبكي شهداؤنا، فشهداؤنا أحيانا عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن ماذا عن ذوي الشهداء؟ ماذا أقول لطفل لم يصبر على الجوع فلح على والده أن يحضر له خبز، وأقول خبز ولا أقول ما لذ وطاب من أنواع الطعام؟ هنا خرج الوالد في ظل الحصار كي يحضر هذا الكنز الثمين، ولكن الفرحة لم تكتمل، لأن قناصا مجرما أرداه قتيلا. ماذا أقول لهذا الطفل وقد رأى الدماء، وقد دماء أبيه وقد امتزجت مع الخبز؟ يقول: يا أبتي، يقول: يا أبتي، ما عدت بجائع، أرجوك ارجع، ووالده بالجنة إن شاء الله. أكثر من ذلك، أم تنتحب على طفلتها التي قتلت لا لشيء سوى لتواجدها أمام نافذة منزلها. بعد أيام أراد الزوج أن يخرج زوجته من هذه الحالة، وقرر أن يأخذها إلى منزل والديها. هناك في منزل والد الزوجة يواسي الأب والأم ابنتهم في مواساة في فقدان طفلتها، لكن هيهات أن ينجحون، فما هي إلا دقائق حتى علت الصراخ على السطح لتعرف هذه الأم أنها فقدت طفلتها الأخرى. نعم يا سيدي، قبل أن آتي إلى هنا سألت أحد الأخوة في سوريا، قلت له: ماذا أقول للناس غدا عن سوريا؟ قال لي: قل لهم ببساطة إن سوريا هي شهيد يسعفه شهيد، فيداويه شهيد، فيشيعه شهيد، فيصلي عليه شهيد، فيدفنه شهيد. هذه هي سوريا الشهيدة. ولكن أين مليار المسلمين؟ والله لا أعرف. وإن كنا كما قلت لا نبكي على الشهداء، فماذا عن المعتقلين؟ ماذا عن الذين يتمنون الموت كل ساعة من شدة العذاب في سجون الظلام؟ حتى في سوريا أحد الأخوة المعتقلين وهو من المسيحيين في أحداث الثمانينات، فالظلم في سوريا ليس بحديث العهد كما تعلمون، اعتقلوه بعد أن دخل إلى سوريا فورا، والتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين فقط في سوريا. النصراني يعتقل لأنه من الإخوان المسلمين، وبعد 12 عام خرج من السجن دون أي اعتذار، يقول له: هذا خطأ، نحن لا نتحمل مسؤوليته. كتب روايته الشهيرة القوقعة، ويقول أحد المواقف فيها أنه في يوم أتى ضابط السجن ليقول لسجين كهل مسجون مع 3 من أبنائه أنهم قرروا إعدام 3 منهم، وعليهم أن يختاروا من يبقى منهم على قيد الحياة، هم 4. تصوروا هذا العذاب، هذا العذاب النفسي الذي يمارسونه على السجناء. هنا تكابر الأب على جراحه وقال له: أبقي على ولد الصغير، وهو في العشرينات من عمره، كان قد قضى 10 سنوات في السجن. بعد أيام جاء موعد تنفيذ حكم الإعدام، ففوجئ الأب أن السجان ساق أبنائه 3 إلى المشانق
نعم يا سيدي، هو خلف القضبان وأبناؤه في المشانق. دقائق سمعهم يقولون الله أكبر، ثم على صراخه. والله إني أسمع صراخه الآن يشق عنان السماء، وهو يرثي حاله ويناجي ربه، فأين المسلمين؟ هذه هي سوريا يا سيدي، هذا هو الظلم الذي نعيشه في سوريا. تفضل. نخرج إلى تقرير.